المشكله اللي يبقى زيك كده ويسيب دماغك ويسافر بره مصر دي ازمه. اي والله والله العظيم يا احمد لما يبقى زيك يسيب مصر ويعيش بره مصر تبقى دي مشكله، يبقى احنا عندنا مشكله في السمع في مصر. بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد أوليهما فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ربنا يرضيك ويبارك لك في ذريتك وعافيتك يا حبيبي. اسمع كلامي بقى.